السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله السيد حبيب. الله يحفظكم شيخنا، حياكم الله. شلونك سماحة السيد؟ الحمد لله بخير. سماحة السيد، أحببت أخذ من وقت جنابكم نصف دقيقة إن تسمحون لنا. طب سيد حبيب، بما إن حضرتك عرفتيني أنا رامي عيسى، حضرتك عندك سؤال؟ بس بدون أن تغلق بالله عليك، حضرتك عندك سؤال؟ لا. عندك سؤال؟ تفضل، عندك سؤال سيد حبيب؟ سيد حبيب بالله عليك رد، الخط مفتوح. انا قلت لك خلاص لن اسالك، حضرتك عندك انت سؤال تفضل، الخط مفتوح ورب الكعبه. طب ايه اللي حصل لحضرتك؟ يعني حضرتك مثلا وقعت من على الكرسي، حضرتك زورت، في ايه اللي حصل لحضرتك؟ الخط مفتوح سيد حبيب بدر الدين، لماذا لا تريد ان ترد علينا؟ خلاص بما انك عرفتني وتخشى ان انا اسال، فتفضل انا اسمع لحضرتك، تفضل سال سؤالك. طيب هرب الان واغلق الخط. كان معكم سيد الشيعة حبيب بدر الدين، درس في المعهد الاسلامي الشرعي الجعفري في حوزة الامام القاظم عليه السلام، وهو لبناني وخطيب حسيني من بيروت، لكن لا يستطيعون المواجهة فقد يخرصون حينما يسمعون الصوت.